الوضع زي ما انتم شايفين كده، انتهى العيد والمصريين بيعودوا الى اعمالهم والحياة بترجع لطبيعتها، فيكتشف الناس انه مجلس الوزراء ما هواش مجلس وزراء وما هواش حكومة مقالة، في وضع غريب مريب يتساءل فيه الجميع كفل الشر انتوا حالتكم كويسة وكيف هي الامور في ذلك الجزء من العالم المسمى مصر، واحكولي اكتر عن قدرتكم الحقيقية في اقناع اي حد باي حاجة، حتى انه الرئيس عبد الفتاح السيسي ده اعظم رئيس في العالم، يعني بدون حكومة وراه واقفة تقول ايوة ده اعظم رئيس في العالم هتقولوها ازاي؟ اذا كان وزير الخارجية ما يعرفش هو مكمل ولا لا، او على الاقل وزارته ما تعرفش هو مكمل ولا لا، ووزير الدفاع ما يعرفش هو مكمل ولا لا، او على الاقل وزارته ما تعرفش هو مكمل ولا لا، ووزير الداخلية ما يعرفش هو مكمل ولا لا، وبالتأكيد وزارته مش عارفة هو مكمل ولا لا الا مجموعة محددة فيهم، وزير المالية نفس الحكاية، وبالتالي كل شيء في البلد مضروب في الخلاط. تخيل انت لو وزير مقال في هذه الوزارة، بس مطلوب منك تروح الوزارة وتستنوا خبر الإقالة. طب تروح ليه؟ طب تروح تفكر في المشروعات والأوراق والأعمال وتصدير مصالح المصريين على أولوية وزارتك، ولا هتروح تلم الأوراق بتاعتك واللابتوب ويعني البرنتراية اللي حيلتك وتسلم على الموظفين وتمشي وتفكر هيبقى شكل التورتاية عامل ازاي؟ 15 يوم جمهورية مصر العربية بذات نفسها صاحبة الحضارة 7000 سنة ما عندهاش رئيس وزراء. المفيد والغريب واللطيف ان المصريين مش حاسين بأي فرق، ودي حاجة كوميدية جدا جدا، يعني انت كمواطن شايل الهم، لا وجود الحكومة مقلل الهم ولا عدم وجودها مقلل الهم. ابو حميد، الكهرباء النهاردة بتتكلم، يعني الوزارة اللي محدش عارف الوزير بتاعها قاعد ولا لأ، أيوة. الحاجة الوحيدة اللي بتعملها بالتأكيد هي زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال لثلاث ساعات. صحيح، ودي الأزمة الكبيرة يا جماعة اللي احنا بنعيشها، ودائما وأبدا كنا بنكلم حضراتكم ونقول لكم يا جماعة أول ما الحكومة تبدأ تقول لك أسبوع يبقى أنت قدامك على الأقل شهر، قالوا شهر احسب لنفسك ثلاث شهور، قالوا ثلاث شهور اديها ست شهور، هيقول لك ست شهور اديها سنة. طيب بعد ما توصل للسنة ايه اللي بيحصل؟ حضرتك بتبدأ بقى تتعامل وتتكيف مع الوضع الجديد اللي هو ايه؟ اللي هو فرض الأمر الواقع. طيب والمواسم والأعياد، لا ما تقلقش احنا مظبطين الدنيا، أي موسم هيجي هنقول لك يا جماعة في انفراجة ومش هنقطع عليكم الكهرباء ومش هنعيشكم في الضلمة. وبدأوها معانا من المسرحية الهزلية بتاعت الانتخابات الرئاسية، ثلاث ايام البلد كلها نور وكهارب وعلق يا واد وانزل مؤتمرات وعربيات ومكبرات صوت والدنيا حلوه وزبادي خلاط. ليه؟ عشان عندنا فرح، عندنا مسرحيه هزليه كبيره بتتعمل، لدرجه ان انتوا لو تفتكروا لما ضحكوا على الناس ونزلوهم في العربيات وقالوا لهم ده احنا بنعمل احتفالات باكتوبر وانتصارات اكتوبر، وكانوا بيحولوا هذه الاحتفالات على طول اول ما الناس تنزل الى دعاية انتخابية ومطربين ومطربات، والقصة كانت حلوة، كان في كهرباء وكان في نور وكانت الدنيا جميلة. بعد ما خلصت المسرحية رجع المصريين عاشوا في الضلمة تاني. انت دي حياتك ودي السيرة الذاتية ليك مع النظام المصري واداء الحكومة معاك في موضوع الكهرباء. طيب نيجي، طب يا جماعة احنا داخلين على رمضان، طب العيد، طب القصة، طب اخواننا المسيحيين عندهم اعياد والكنيسة هتقطع والدنيا مش هتبقى حلوة، طب بعد كده امتحانات الثانويه العامه، لدرجه ان احنا وصلنا يا جماعه لوزير بيقول لك خلي الطلبه اللي يقدر يجيب مروحه يجيبها معاه وهو جاي، ولما الطلبه واولياء الامور كل واحد بدل ما كان بيحط لابنه مبلغ يجيب بيه حاجه كده وسندوتش وبتاعه وحاجه ساقعه والقصه الحلوه الجميله بتاعت زمان دي، قال لك لا مروحتك في جيبك بقى ده الجديد. طب تمام، خدنا المروحه على اكتافنا ورحنا اللجان، هنلاقي بقى كهربا لما نحط فيشة المروحة عشان تشتغل وتطلع هواء؟
قطعوا الكهرباء على الولاد وهم بيمتحنوا في الامتحانات بتاعت الثانويه العامه. طب رضينا بالهم بقى والدنيا بقت بزراميط ومبقاش في نور خالص والدنيا باظت، لا الحكومه تسيبنا بقى في حالنا؟ تسيبنا واحنا متأزمين كده؟ تسيبنا زعلانين؟ تسيبنا واحنا بنتحمل وبنطحن وبنموت وما بنمتحنش وما بنذاكرش ومفيش كهرباء ومفيش اي حاجه؟ لا، قال لك يا كب تقطع ايه؟ ساعتين؟ لا هظروفك ساعه كمان. خد لك ساعه كمان. والله وزاره الكهرباء النهارده قالت لك ساعه كمان، يبقوا ثلاث ساعات. طيب هو بيديك الثلاث ساعات ليه؟ هل مثلا لما بيقول لك النهارده زادت ساعه تخفيف للاحمال، وبعدين انا قلت لكم دايما وابدا يا جماعه انسوا المصطلحات اللي بيقولها لنا في العناوين دي، اول ما يقول لك تخفيف احمال قول له اسمها قطع كهرباء. تخفيف احمال ايه؟ انتوا هتشتغلونا؟ لان هو هنا في التفاصيل لما قال لك احنا هنزود ساعه، قال لك يا جماعه اصل الموجه الحاره والمحطات محتاجه صيانه والصيانه محتاجه مش عارف ايه وبتاع، وبنخفف الضغط على المولدات والقصه والبتاع. لا كل ده كلام كذب. هو يا باشا مزنوق في حبه دولارات، وده السبب اللي هو بيزود عليك قطع الكهرباء وقطع النور. طيب يجيب الدولارات منين؟ يقطع عليك انت النور ويقلبك انت كمواطن ويعيشك انت في الضلمه. وبعد كده تطلع الاستاذه عزه مصطفى مع معالي الوزير اللي بيستدعوه من الفريزر عشان يطلع يقول لك تصريح، كان بدايه اول تصريح له قال لك ايه؟ احنا يا جماعه نشغل التكييفات على 25 او 24 ونظبط عشان الحمل والكمبريسور بتاع التكييف ما يشتغلش بجهد عالي فيسحب كهرباء اكتر، فكل التكييفات اللي هتشتغل في وقت واحد دي هتخلينا مش عارف ايه، فنخلي التكييف على 24. بس كنا بنعرف نضحك بقى ونعمل كوميكس ونكت وكاريكاتير على مين؟ على الراجل هشام قنديل لما قال نلبس حاجات قطن ونخلي درجه التكييف مش عارف ايه. كان الكلام ده وحش وايه اللي بيقولوا ده؟ انما لما اسامه كمال يتم استدعائه ويطلع في الاعلام دلوقتي ويقول لك 24، والله ده راجل عبقري، دي فكره عبقريه. وقال لك يا جماعه هو انتوا فاكرين ايه يعني؟ ده الدول الخليجيه والدول اللي مش عارف العربيه الكهرباء عندهم فيها ازمه، والازمه كبيره ودوليه. ودي الشماعه يا جماعه اللي هم دائما وابدا بيحاولوا يعلقوا عليها اخطائهم. تيجي تقول لهم ارتفاع اسعار يقول لك ازمه عالميه، تيجي تقول لهم انتوا فاشلين اقتصاديا يقول لك ما الاقتصاد متضرر، كل الدول متضرره، الحد الادنى للاجور يقول لك مش عارف ايه، لما جينا نتكلم على الكهرباء هيبدا يقول لك ده الدول العربيه والدول الخليجيه كمان متاثره. تعالوا نسمع الاستاذه عزه مصطفى مع اسامه كمال وزير البترول الاسبق. بقى طب احنا وعندنا مشكله وعارفينها على المستوى الشعبي والمستوى الحكومي. الكويت هتخفف احمال، بدات تخفيف الاحمال، اربع دول في اوروبا عندهم مشكله في قطع الكهرباء. انت بتتكلم اوكرانيا، عارف حضرتك يا سيادة الوزير النور في اوكرانيا بيشتغل بس من 6 ل 7 ساعات بس. الو ايوه انا سامع حضرتك. اتفضل يا فندم اتفضل. هو احنا خلينا نقول بس على حاجه علشان الامور تبقى في نصابنا يعني. ايه تخفيف احمال الكهرباء في اي مكان في العالم له اسباب. نمره واحد ان تكون محطات التوليد نفسها مش قادره انها توفي الاحتياجات. اوكي. نمرة اثنين انه ما يكونش فيه وقود بكافي يقابل كميات الاستهلاك من الوقود في المحطات. حلو. نمرة ثلاثة ان تكون الظروف الاقتصادية لا تساعد على توفير وقود اكتر من اللي يمكن توفيره لعدد ساعات معينة. اقول لك على كيس بقى اقول لك قبل كيس اقول لك حاجة. احنا بنتكلم في دول غنيه يا محطات محطات توريد وبتتكلم وقود كافي، بتتكلم ظروف اقتصاديه تشغل نص محطات العالم بالظبط، يعني اللي عندها نقص وقود ولا نقص بالظبط كده بقى. طب احنا